عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم. الآن معكم أحمد صالح، رح أقدم لكم ضيفنا الجديد، المعد الجديد للبرامج الجميلة والتصاميم الغاية احترافية. طبعا هو عبد السلام، رح يطلع عمل أجمل من أعمال والده بكتير في صناعة المحتوى في باوربوينت. الآن أنا وعبد السلام رح نعد المشاريع المتكاملة، يعني هو رح يقوم بإنشاء الرسومات ثلاثية الأبعاد وهذه الإيحاءات البصرية الجميلة على برنامج البينت 3D الذي يكون مرفق مع ويندوز 10، وأنا بدوري كمصمم محتوى في برنامج باوربوينت راح أقوم بوضع الانيميشن والحركات والتأثيرات الصوتية على برنامج باوربوينت، وراح نأخذ مثال بسيط ونبدأ بعد المنة مع عبد السلام. لذلك تكرما أتمنى من حضراتكم التفاعل مع عبد السلام وتشجيع عبد السلام لحتى هو يستكمل عمله في هذه التصاميم الرائعة في برنامج بينت 3D. أترككم مع عبد السلام، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم. رح نبدأ معكم بسلسلة احترافية في مهارات الرسم ثلاثي الأبعاد، ولتكون معززة في صناعة المشاريع التعليمية مع الأستاذ أحمد صالح. ويلا نبدأ بلقائنا الاحترافي في تصميم مشروعنا الأول. ولحتى ندخل على البرنامج رح ننزل على خانة البحث ونكتب 3D، بيكون طلع معنا البرنامج. نضغط، بنضغط على نيو لحتى نفتح مشروع جديد، ومنضغط على هذا المفتاح لحتى نتحكم في عرض المشروع مثل ما نكون شايفين. وفي هذا المشروع رح نسوي غرفة مع أثاثاتها ومع أشخاص كمان. رح نضغط على هذا المفتاح لحتى نجيب أغراض أو معدات الغرفة. نكتب هون روم، رح نختار هاي الصورة مثل ما نكون شايفين. الصورة طلعت معنا، منكبر ومنصغر. مثل ما نكون شايفين نقطشت نص الصورة، فبنجي على هذا المفتاح ومنقدم الغرفة شوي لقدام ومنحركها حسب احتياجنا. بنرجع نفوت على هذا المفتاح وبنختار الصورة اللي تحتها، بنكبرها على نفس المقياس ومنقدمها كمان لقدام. بنحاول انه نلزق الغرفتين سوا عشان ما يصير في اي فرق. مثل ما انكم شايفين هلا جهزت معنا الغرفة. رح نرجع على هذا المفتاح، وهلا رح نعتمد على المترجم لحتى نطالع الكلمات اللي بدنا اياهم باللغة الانجليزية. رح نكتب هون الاشياء اللي بدنا اياها، مثلا كرسي. نكتب نسخ، نرجع على البرنامج، نكتب هون لصق. طلعوا معنا عدد كراسي، نحن رح ندور على الكرسي اللي بدنا اياه، مثلا هذا الكرسي. منصغر شوي، نزل على منيو، راح نضغط على سيف از، راح نضغط على هذا المفتاح،
مشان ننزل الصورة على شكل ثلاثية الأبعاد، نحدد اسم للصورة ونكتب مثلا غرفة، وبيكون تحمل المشروع. طبعا بعد ما ينتهي المشروع مع عبد السلام، المشروع الجميل اللي أنجز لنا إياه في البدايات الرسم باستخدام الرسام أو البينت 3D على هذا البرنامج الجميل المرفق مع نظام التشغيل، بإمكاننا الآن نطلع تصميم لأفلام كرتون، نضع أنيميشن موجودة عليها باستخدام برنامج باوربوينت. أنا رح أعطي مثال على عجل بهذا اللقاء، وبانتظاركم في مشاريع مستقبلية أكثر احترافية وتشويق في صناعة المحتوى الأنيميشن الخاص بالقصص أو الأطفال أو الروايات أو أي شيء بتحب تعمل له محاكاة. الآن إحنا كيف نستخدم هذا المشروع في برنامج باوربوينت على عجل؟ رح يعني نستخدمه لحتى ما نشوقكم إلى لقاءات جديدة ونصبركم كتير. رح نشغل برنامج باوربوينت ومناخد عرض تقديمي فارغ، بنكر باليمين، ومن لأوت رح نختار بلانك. طبعا نحن محتاجين منكم الدعم لعبد السلام على فكرة. رح أتوجه إلى Insert ومنختار من 3D Module This Device، بحدد المكان المحفوظ فيه المشروع ورح أنكر عليه وناخد Insert. رح أشتغل عبارة عن موجز بسيط للتحريك داخل الغرفة بالاستعانة بالتأثير الرهيب والجميل في برنامج باوربوينت، تأثير مورف. طبعا بإمكاننا نضيف الصوتيات، أو بإمكان إذا كان موضوع دوبلاج، أو نحن حتى كمان نضيف أيضا النصوص، تمام. لكن نحن كيف ما فينا نستخدم موضوع إطار الغرفة بحد ذاته؟ هذا اللي أنا عم بتكلم عنه. خلنا نصغر شيء مع مفتاح الكنترول، تمام. أضغط كنترول مع الشيفت وبنكر من الزوايا حتى أنا أكبر ملء الشاشة. مثل ما أنا شايفين نكبر استخدام الغرفة، ملء إيش؟ ملء الشريحة أو ملء شاشة العرض إن صح التعبير. الأجزاء الرئيسية الآن بهذه الشريحة المحتاج أني أنا أعرضها، بأخذها على اليسار شوي، تمام، وليكن معي بهذا الشكل. الآن نحن لو شغلنا راح يبين معنا الأجزاء يلي هي راح تنعرض، وليكن هيدي الأجزاء فقط لا غير من مشروعنا. الآن بكل اختصار بجي بنقر باليمين وبختار Duplicate Slide، تمام. الآن على سبيل المثال محتاج أني أنا أسلط الصورة على الشخص الأول قاعد على الكرسي يلي هو عم بوجه أوامر معينة للشخص الواقف، فلهيك كمان برجع بعمل شوية روتيت مثلا بهذا الشكل، تمام، وبرجع بعطي مساحة أكبر مشان أغطي المساحات الفارغة من الشريحة. الآن خلنا نشغل عرض ونشوف كيف صار معانا الموضوع، وليكن بهذا الجانب، تمام. الآن نعمل أيضا ديبليكيت سلايد. أنا محتاج بالشريحة الثانية الشخص الواقف هو اللي يكلم الشخص القاعد، لهيك أنا برجع بعمل روتيت بالعكس، يعني يكون المظهر بهذا الشكل تماما، وبتأكد من وجود هذه المنطقة الآن على إيش؟ على الشريحة. إذا يعني في إمكانية للتصغير أو التكبير، أنت تتحكم بالطريقة اللي بتناسبك. هو فقط الآن موضوع تجريب لحضراتكم إنه كيف رح نشتغل مشاريعنا الجديدة. طبعا أنا في عندي الحائط وضح، خلني أعمل شوي بهذا الشكل وأوسع الصورة بحيث إن الحائط يخرج معنا من المشهد كاملا. خلني بس فقط إني أتأكد تمام بهذا الشكل. كيف ممكن أعمل الانتقال ضمن هذه المشاهد؟ بحدد مع مفتاح الشيفت كل هذه الشرائح، بتوجه إلى الانتقالات وبنختار مورف. إذا بتحب يكون التأثير أو الانتقال سريع بطيء، بتتحكم بالمدة الزمنية من هذا المكان، وليكن مثلا بمقدار واحد، تمام. نختار Apply to All أو أنت محدد كل الشرائح. خلنا نتوجه للشريحة الأولى، نقوم بتشغيل العرض التقديمي. أفترض بدأت القصة والحكاية من هذا المكان، أضغط على Space راح تتجه معاي الزاوية إلى الشخص الأول يوجه الحوار، بضغط على سبيس مرة تانية راح ترجع الآن الكاميرا إلى هذه الزاوية. بهذا الشكل بيكون احنا أنتجنا باستخدام أفكار بسيطة في برامج افتتاحية واعتيادية موجودة مع نظام التشغيل، طلعنا مخرجات في صناعة المحتوى احترافية وأبداعية وحصرية وعلى المستوى العربي. ونحن كفريق برنامج في قناة عالمكم نتحدى الجميع في هذه الأفكار، فنتمنى منكم الدعم، نتمنى منكم المشاركة، نتمنى منكم التفاعل مع أحمد صالح وعبد السلام صالح لحتى نقدم لكم الشيء اللائق دائما والأفضل دائما إن شاء الله. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.